مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم. والطريق الثالث دائما ما يهتم الطريق الثالث بالتعليم وملف التعليم، ودائما ما نقول أن مفتاح النهضة لأي دولة في العالم كان التعليم، ولن يكون أي نهضة في أي دولة إلا بالتعليم. لذلك كان طريقنا هو طريق التعليم، والتعليم لا ينفصل عما يدور من أحداث، خاصة لما نبقى في شهر نصر. لازلنا في شهر أكتوبر، هذا الشهر الذي عبرت فيه مصر في عام 1973 من الهزيمة إلى النصر. ودائما ما نقول أيضا أننا نحتاج إلى عبور جديد في هذا العصر إلى عصر العلم. هيا بنا نعبر إلى عصر العلم. وبالعلم وبالنصر كان يعني اجتماع، وكان احتفال واحتفالية، وكانت يعني من الجمال بمكان احتفال إدارة 6 أكتوبر التعليمية بعيد النصر وانتصارات أكتوبر، وزي ما انتم شايفين بحضور اللواء خالد توفيق رئيس سلاح الدفاع الشعبي، وبحضور الأستاذ خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور بدوي علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، والأستاذة الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية. وزي ما حضراتكم شايفين احنا بنذيع مشاهد كده وصور من الاحتفالية. بالفعل كانت عبارة عن من يعني مهم جدا ان احنا نعلم ولادنا يعني ايه كلمة وطن، يعني ايه تضحية، يعني ايه فداء. تضمن طبعا الاحتفال بذكرى الشهداء وتكريم أسر الشهداء. كان في حضور زي ما قلت لحضراتكم اللواء خالد توفيق اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة، قائد سلاح الدفاع الشعبي، وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الدكتور خالد حجازي، وزي ما انتم شايفين الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام الإدارة، والأستاذ عبد المقصود السعيد وكيل الإدارة. وبالفعل كان هناك ترتيب لابد أن نشيد به ونقول أن التنظيم يعني ياخد درجة 10 على 10. دكتورة شيماء كانت بتقدم الحفل زي ما انتم شايفين اللي هي على يمين الصورة، وكانت يعني إعلامية من الطراز الرفيع. في الحقيقة احنا دايما بنحيي ونثني مثل هذه الاحتفالات اللي بتزرع بداخلنا الولاء والانتماء، بتعلم ولادنا يعني ايه كلمة وطن، يعني ايه فداء، يعني ايه التضحية من اجل الوطن. وكان هناك بعض الاغاني اللي ممكن نسمع منها جزء في هذه الاحتفالية، وزي ما انتم يعني شايفين حضراتكم ده جزء من الحضور من ابنائنا من ابناء مدارس الجيزة و6 اكتوبر. وبالفعل كان الحضور غفير. خلينا نسمع كده بعض الأغاني اللي تم إذاعتها في هذا الاحتفال، وهنرجع لحضراتكم تاني مستمرين معاكم في الطريق الثالث. نسمع ونرجع تاني. أحلف بسلامة وبكرامة، أحلف بدربها وبكرامة، أحلف بدربها.
قد يتبادر للأذهان يعني المايسترو شايل طفل وهو بيشتغل على الستيج. ده أحد أبناء الشهداء الذين استشهدوا في عمليات عسكرية في سيناء، فكان أقل تقدير طبعا أنه يتم يعني أن احنا نشيله طبعا على أعناقنا، ورحم الله شهداء الوطن. تحية مرة تانية لإدارة 6 أكتوبر متمثلة في الدكتورة نجوى عبد المعطي، الأستاذ عبد المقصود السعيد، هالة البنداري العلاقات العامة، الدكتورة شيماء، أستاذ حنان في التعليم، وكل من ساهم من توجيهات في هذا الاحتفال، كل توجيهات التربية الاجتماعية والنفسية وغيرها من التوجيهات. وبنفرح لما بنشوف حاجة ناجحة، ولازم نقول في حاجة كويسة. في نفس اليوم ده اللي هو بالأمس في القاعة اللي فوق، القاعة اللي حضراتكم شفتوها دي، كان مؤتمر بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والنائب الدكتور محمد عمر، وكافة وكلاء الوزارة على مستوى مديريات الجمهورية ووكلاء أيضا المديريات والخبراء المتخصصين في التعليم. وكانت الورشة أو المؤتمر بعنوان تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم. في الحقيقة المؤتمر كان فيه شيء من الإبداع، وكان فيه يعني كده عرض قدمه خبير تعليمي وهو وكيل لجنة التعليم السابق بمجلس النواب، وهو الدكتور المندوه الحسيني. في الحقيقة العرض لفت نظرنا كلنا ولفت نظر الحضور جميعا، وأنا كان لي شرف حضور طبعا هذا المؤتمر. فبالفعل من حلاوة هذا العرض، من حلاوة الفكرة، ومن حلاوة إن إحنا ممكن نصل من أنهي نقطة لنقطة أعلى من درجة لدرجة، طلبنا من الدكتور المندوه أن يكون ضيفنا النهاردة في الطريق الثالث، نفتح معاه هذا الملف ويعرض على مسامع حضراتكم هذا المشروع. في الحقيقة يعني تطوير التعليم أصبح من الضرورة بمكان، وضرورة ملحة، ويستحيل أن يكون هناك عاقل ضد مشروع تطوير التعليم. وليس المشروع حكرا على أحد بعينه، بل على العكس، إن ده واجب علينا كلنا. كل من يستطيع أن يساهم في مشروع تطوير التعليم لابد أن يتقدم بما لديه. خلينا النهاردة نبدأ في مشروع التطوير، وهنبدأ مع الخبير التعليمي ووكيل لجنة التعليم السابق بمجلس النواب الدكتور المندوه الحسيني، ولكن بعد فاصل قصير. دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ونعود إليكم. انتظرونا مشاهدينا وابقوا معنا.